بالأمس القريب لما كنا نتكلم عن مباراة الدور الأول كنا نتكلم عن مهر البطولة، هل هو موجود عند الشباب أو الأهلي؟ ودائما احنا نردد كلمة مهر البطولة، وش هو مهر البطولة؟ أن يكون عندك حارس يجيب 3 نقاط، أن يكون عندك قائد على مستوى عالي يلم المجموعة داخل الملعب يكون مؤثر، يكون عندك لاعبين أجانب مؤثرين، الفريقين يتحلون بالمجموعة أو بالظروف أو بالمعايير هذه. ولكن اليوم خليني أقول لك الحالة متشابهة ما بين تفريط الشباب في مهاجم على مستوى كبير جدا زي إيقالو، وما بين الظروف اللي يعيشها الاتحاد في حالة الإصابات، في عدم تواجد حجازي، عدم تواجد كورنادو، حمد الله، ظروف يعيشها نادي الاتحاد وجالس يحاول يتفوق على نفسه في هذه الظروف، وشفنا في مباريات وفق الغيابات. ولكن في المنعطفات اللي فيها العوامل الفنية تكون أكبر، دائما تحتاج هؤلاء اللاعبين، وشفنا التأثير السلبي اللي مر فيه الاتحاد رغم تفوق على نفسه في مباراة الهلال. الشباب نوعا ما حالته الفنية أفضل، عودة كارلوس، عودة فيتو، أكثر هدوء البيت الشبابي، أكثر أقل ضغوط نفسية. الاتحاد يمر في منعطف أنه ما يبغى يفرط في النقاط خصوصا بعد خسارة المباراة الهلال، فبالتالي العامل الفني هنا حيعمل تأثير كبير جدا. لذلك في المقابل عشان تهيئ اللعيبة البدلة للاتحاد لابد تكون حالة النفسية جيدة جدا. شفنا تعامل اللاعب والتوأمة والكيمياء اللي بينه وبين لعيبته مدرب الاتحاد، لذلك أعتقد أن يكون التحضير النفسي في هذه المباراة بشكل أكبر. رغم أن المباراة ما هي في جدة، إلا أن إحنا نعرف جمهور الاتحاد كيف مؤازر وكيف ممكن يملأ يعني مدرجات الملعب. بشكل عام المباراة تحتاج خليني أقول لك القائد، يمكن هنا بانيجا ربما يكون له تأثير إيجابي، كارلوس، فييتو، باولينهو، هتان، والعودة الإيجابية اللي قاعدين نشوفها بمستوى. فالحالة الفنية أنا بالنسبة لي للشباب أشوفها أفضل من الاتحاد، ولكن لا تأمن للنمور الاتحاد، لا يعني أنا قلتها وأكررها، ما قدم أمام الهلال كان أفضل بمراحل كبيرة. ختاما الشباب اعتقد بانه هو من عيش نفسه بهذه الظروف، شفنا ان احنا المسببات كانت ماليه. انا بالنسبه لي انت تتكلم عن نادي الشباب اسم قيمه، اذا كانت رئاسته لا تستطيع انها تجلب اموال للنادي اكبر من اللي قاعد يجي من الدعم، فهذه مشكله كبيره جدا. لانك انت لو كنت من الانديه اللي ما عندها بطولات، ما عندها ارث تاريخي، ما عندها اسماء، ممكن اعذرك، لكن انت اليوم اسم الشباب خلينا نسميه كريدت لك في كل مجال. لذلك مساله انه في كل موسم يكون العامل المالي سبب في التفريط اعتقد انه سبب غير مقنع. لذلك مهم جدا انه اداره الشباب تكون منافسه على اللقب، لا تفرط، ومن ثم يكون العذر ماليا. ان شاء الله نشوف كلاسيكو رائع جدا غدا.